كنت في العمل أو حتى في العاطفة، كنت على أرض مش ثابتة، كنت خايف، كنت شاعر بعدم الأمان، ولكن رح يصير خلينا نقول على 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 صعيد العمل إذا كان هذا الموضوع على صعيد العمل، ففي شخص ممكن تكون طاقته هوائية، رح يساعدك في العمل لتج يعني لتتجاوز مشاكل معينة أو لا تتجاوز أشخاص معينين وكمان حتى في العاطفة عم بشوف شوية خيانة من الأصدقاء ولكنك مرتاح يعني اللي هو أوكي انجرحت منهم أو من الشريك ولكنك شايفك كتير عقلاني بطلت كثير تفكر بقلبك وبالحكي الفاضي وكذا واشتقت له ما اشتقت له هو مش داري عني وها لا عم بشوفك تاخذ قرارات خلص انتهت عندك مرحله الجروح او الصدمات صرت ضد الصدمات يا برش الجوزاء صار عندك كل شيء عادي يعني حتى لو تنصدم يعني ناس تاني ينصدم من الموقف انت بالنسبة لك بطلت تنصدم من كتر الموضوع شايفينك كتير دبلوماسي هذا الشهر شايفيتك عم بتحقق كل كل احلامك يعني عم بتوصلك بت بت تطمينات بتوصلك بشائر خير وخاصه اذا الموضوع كان عن سفر. عم بيكون في عندك سفر او تجهيز اوراق لسفر. في شخص عم بيساعدكم في هذا الموضوع، هذا الشخص عم بيكون فعلا قادر يساعدكم وفعلا صادق وراح يساعدكم في هذا الموضوع سفر او عمل عم بشوفك بالعمل دبلوماسي كتير عم تتحمل ناس كتير بلا طعمه ناس يعني لا يحتملوا عم بتحاول انك تمتصهم او تحتويهم بس عشان تحقق مصلحتك النهائيه او غايتك وعم بتحققها على نهايه الشهر عم بشوفك انت والشريك اذا كنتوا في بناتكم شوية بلبلة لأني عم بشوف شوية بلبلة هون بينك وبينه إذا كان في انفصال أو تباعد عم بشوف شيء بحرك الأمور على فكرة في طرف ثالث قوي جدا جدا ولكن انتصارك رح يكون عليه على مراحل مش مرة واحدة بلش تنتصر على هذا الشخص والتطمينات اللي قلنا عنها كمان مش بس على سفر ممكن تكون على الصعيد العاطفي عم بشوف الحبيب كتير بيراقبك انت كتير بتراقبه في بداية خلينا نقول غير متوقعة بيناتكم من بعد ما خلص صار انه رجوعكم مستحيل لا عم بشوفكم الحب اللي, اللي عندكم اياه عم بيرجعكم لبعض وفي طاقات سلبية عم بتحاول تبعد بناتكم طاقات سلبية ممكن تكون عندك أو عنده فرح تنتصروا على هذا الموضوع هذا أكثر إشي كان بالنسبة لبرج الجوزاء شايفة فيه حب جديد للناس اللي ناطرين حب للناس اللي ما عندهم خليني أشرح شغلة بس بالنسبة للناس اللي بيقولوا أنا دائما بضمر على شخص جديد بيطلع لي الشخص القديم ليش هذا الموضوع بيصير لأنك لسه ما طلعت من طاقتك لسه عم تفكر فيه لسه عم تستناه فالكون ما عم يفهم عليك أنت شو بدك عقلك الباطن ما عم يفهم عليك أنت شو بدك أنت ساعة بتتذكر القديم وساعة بتحكي أنا بدي واحد جديد ما دام الإكس تبعك لسه موجود في طاقتك ما في شيء جديد فأنا شايفة برج الجوزاء لسه في عندهم تعلق لسه عم بيحاولوا أنه يتخلصوا في مجموعه منهم يتخلصوا من طاقه شخص قديم فهذا الشهر مؤجل انه يتعرفوا على شخص جديد للناس اللي حابين انه يتعرفوا على شخص جديد مع انه شايفه فيه معجب ممكن يكون برجه ناري او هوائي طبعا قمري شمسي طالع مو شرط الشمسي فعم بشوف هذا الشخص عم بسأل عنك أشخاص أو عم بيحاول يدرسك من بعيد بيحاول يعرف مثلا مين أهلك كذا من وين أنت ولكن هذا الشخص خلينا نقول من بيئة تانية من مش لغة من من طائفة تانية المهم في اختلاف بينك وبينه ممكن كمان يكون في بالسن علشان هيك هو متخوف منك من الرفض عشان هيك ما عم يقرب هذا الشخص. طب خلينا نشوف للي عندهم شريك أو منفصلين عن شريك. خلينا نشوف العقل الباطن تبعه أكثر شيء في برأسه أو شو عم بصادف؟ نفس موضوعك زي ما أنت متعلق فيه هو متعلق فيك. هو عنده كمان ادمان عليك هذا الشخص في عنده ادمان عليك عم بفكر فيك بطريقة شوي سكشوال هاي الفترة شوي عم يشتاقلك من هديك الناحية اكتر اشي انا اسفة بس يعني هيك طلع الكرت بس حلو انه عم يشتاقلك يعني وعم يتخيلك وعم يحلم فيك بالليل شايفيته في طاقة تشتيت ما في عنده اللي هو خلينا نقول الامور واضحه الامور كذا عم بفكر فيك بطريقه شوي خاطئه وصلت له امور او انه شاكك انه انت مع حدا ثاني او 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 يعني في امور وصلت له او عم يستنتجها بشكل غلط فانت حاول تصلح هاي الصوره بطريقه غير مباشره فهو عم بفكر بهاي الفتره بهذا الشكل آه بيقولك لك خلي الرحمه والتسامح انها تكون من اولوياتك هذا الشهر او هذا الفتره في هذا السيتويشن اللي انت فيه آه بيقولك لك قد ما غلط الطرف الثاني او كذا اعطي فرصه اخرى كن رحيم مع هذا الشخص ما بتعرف ايش ظروفه كانت او ممكن مش عاطفيا ممكن بالعمل ممكن الاصدقاء فبيقول اعطي فرصه ثانيه يا برج الجوزاء وانت من الناس اللي ما شاء الله بتعطي فرص كثير يعني انسان هيك حنون كثير برج الجوزاء بيقول روح بيوند روح ورا التحديات اللي هلا الحاليه روح وراها وركز بالاشياء اللي بترغب فيها يعني اذا بدي أف... كثير يعني اذا بدي افسره انه ما تهمك التحديات الحاليه اللي عم بتمر فيها خليك فوكس يعني خليك مركز بس على الاشياء اللي بترغب فيها زي ما قلنا قبل شوي يعني ما تخلي انه الناس تخليك تروح هيك وهيك عن اهدافك لا خليك ورا هدفك في هذا الموضوع في في اي موضوع كان في حياتك يا برج الجوزاء انت حاليا وكانه في موضوع معين بدوامه معينه فتت فيها ومش عارف تطلع منها فبقول لك اقصر طريق لك انك ترجع انا ما بعرف شو السيتويشن تبعك ممكن يكون عاطفي ممكن مشروع انت بلشت فيه وحسيت حالك انه بمتاهه او ما في حلول لهذا الموضوع فبقول لك اقصر طريق انك الرجعه خط الرجعه لانك خط الرجعه انت عارفه بس اللي قدام ما بتعرفه وكانه عم بي يعني بيحذرك من موضوع اللي هو التشتت والممكن انه ناس يعيشك باوهام فبقول لك اسهل اشي انك ترجع لورا ترجع مكان ما بلشت اذا كنت شاعر بالتشويش هون بقولك stop thinking and start breathing بقولك بكفي تفكير بكفي تعب بكفي انك تتعب حالك حب حالك اكتر تنفس التنفس الصحيح اللي بنعرفه زي مديتيشن زي شي فحاول انك تعمل هاي الامور روح عالطبيعة ارجع للطبيعة حاول انك تترفح عن حالك شوي بكفي تفكير يا برج الجوزاء التفكير ما رح يجيب لك شي. بالعكس هون طلع مقلوب بيقول له بيحكي لك جيت اه اه لك اه راحة أو كذا بما إنه طلع مقلوب عم بيقول لك اه لا بالعكس اشتغل استغل هاي الفترة أنا شايفة الأوراق هاي الفترة الحظ معك فإنه اه حاول إنك تشتغل على قد ما فيك طلع لنا كمان قبل شوي انه تعمل مديتيشن وكذا بس ما دخل موضوع المديتيشن وهاي الامور في انك تاخذ ريست او راحه او فاكيشن مش الوقت المناسب للفاكيشن هلا خلينا نشوف طيب كروت التحذيرات بيقول لك يا برج الجوزاء انه في ظلم معين مش ظلم اللي هو المعنى الكبير لا ممكن تكون حكمت على شخص حكم غلط مش انك ظلمته ظلم كبير فبيقول لك حاول انك تصحح هذا الموضوع هذا الموضوع رح يرجع عليك بكارما رح يرجع عليك بسوء لو انت ما صححته فانت اذا غلطت في حدا معين اذا كان في شخص معين حكمت عليه حكم غلط او كذا ارجع بتفكيرك وارجع برأيك شوي لورا حاول تدرسه اكثر لحتى يعني تعطي اكثر تعطيه اكثر حقه آه كمان اكتر اشي عم بشوف انه تحذير من الناحية المادية كمان بالنسبة لبرج الجوزاء من الناحية المادية انه بقول لك امسك ايدك شوي هذا الشهر لانه آه خلينا نقول آه رح يكون آه الشهر اللي آه تعمل فيه بدخ وفيه فيه مال وفيه كذا آه لكن انت حاول توفر لانه الشهر اللي بعده رح يكون شوي صعب مادياً فهذا بشكل عام بيقول لك خلي عندك الايمان وال والسكينة والطمأنينة صح الأمور اللي حواليك بما معناه صح الأمور اللي حواليك لا تدعو للأمان للشعور بالأمان ولكن أنت في عناية إلهية أنت بروتكتد من الملائكة فلا يعني لا كثير أنك تخاف من الأمور المادية لأنه روحانياتك حلوة وهذا الإشي رح يخدمك بالفترة الجاية. خلينا نشوف اوراكلز نفس الكرت اللي طلع معنا قبل شوي بيقولنا When you اول ما تطلق السلبيه اللي في حياتك او الافكار السلبيه راح تاخد الجواب على صلواتك او على الادعيه اللي عم تدعيها اذا كنت مستغرب انه الادعيه لا ما عم تستجاب لك فالسبب انه في جواتك طاقات سلبيه او تفكير سلبي او تراكمات سلبيه عم بتصد هذا الموضوع فكون حريص من هذا من هاي الشيء بيقول لك في يعني كتير 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 حلو هذا الكرت بيقول لك في كنز يعني مخبى في في احداث غريبه عجيبه رح تحصل على هذا الكنز الكنز ممكن يكون معنويا وممكن يكون ماديا يعني مجوهرات لولو وكذا لا انا بشوفه اكثر ممكن يكون هديه من شخص عزيز وهاي الهديه ممكن تكون ذهب او شيء له علاقه يعني شيء ثمين شيء شيء ثمين ما بعرف اذا كنت بنت ممكن يكون مجوهرات واذا كنت شاب ممكن يكون سياره فانيالكم نيالكم اللي بيوصلكم هدايا <applause> كل الناس بتحب الهدايا هون بيقول لك هيلينج اكثر شيء بحس هذا الكرت انه مش هيلينج بالنسبه لك بس انه انت الهيلر انت اللي بهذا الشهر راح تتبنى دور اللي اللي بتشفي اللي بتساعد الناس في ناس راح يستشيروك في مواضيع في ناس بحاجتك شايفة أكثر إشي فيه من العائلة شخص عم بيواجه شوي مشكلة صحية فعم بحكي لك أنه ساعده هذا دورك هلأ اكثر إشي دورك